حد كورونا انا ما انا بعدا تنقول لك بان استفدوا منها بزاف ديال البشر. اولا بعدا من ناحيه النظافه راه كاين اللي كاع ما كان فيها تنظف في بعض القطاع ديال هذه اللي خدمت فيها الناس بحال مثلا الكمامات ولا تيخيطوهم ولا تهدي يعني حركوا الناس شويه. يا فعلا بعض القطاعات جمدوا ولكن الارزاق راه ارزاق بيد الله يعني ولي واحد خلق الله الله سبحانه برزقه حتى خويا هذا هو اللي استفدت منه ونطلبوا الله حيد عنا هذا الوباء وحنا مازال تنقاسيو ونطلبوا من الناس يعملوا اللقاح الثالث راه مزيان باش يحميهم. انا خويا الله غادي ليا اليوم تفكر فيها اليوم حيت انا ما كنتش هنايا ودابا يلاه جيت وفعلا اليوم ان شاء الله غادي نمشي نديرها. واللي غنقول انا في الاول ان شاء الله هو هي 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 الانسان تعزم شويه نفسانيا وماديا ومعنويا المهم. وانا كنقول اللي كنقول انا من نفسي هو وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لان هادشي حكمه ربانيه غيعرفها الانسان من وراء هادشي. ربي ما كيديرش شي حاجه غير عبثا كما كنقولوا. كانت شويه الازمه نفسيه وكان شويه الملل، ولكن من بعد الله سبحانه وتعالى فرجها وكنتمنى ان شاء الله غيكون غير خير ان شاء الله بحول الله. خويا جائحه كورونا الخدمه هي اللي ما عندناش الخدمه هي اللي ضراتنا بزاف. الاشكال ما بقيناش خدامين، كنا كنخدموا مع الناس في ديورهم، دابا مقصود دابا على حسب الكونفيرمو اش هذا الشيء. الخدمه كنديروا حنا الصباغه الصباغه الحمد لله بالانسان راه عايش نهار بنهار وصافي ما عندك ما ندير. المهم اللي استفدت انا من جائحه كورونا هي ان الناس ما تعلموش من هذا الوباء هذا وهذه الجائحه، يعني مساله التباعد الاجتماعي والحرص على المسافه ديال التباعد الى اخره. واش يعني بحال قلتي نوع من اللامبالاه، ما خدوش الامور بالجديه. يعني اللي واش غنقول لك انا بالرغم من هذاك الشيء يعني ما كاينش شي يعني شي حاجه اللي ملحوظه، يعني شي اهتمام ملحوظ كبير بالاجراءات الاحترازيه والتزام المواطنين بهذه الاجراءات هذه. تعلمنا بزاف حوايج ديروا كمامه، تباعد، تلقيم تلقيم. وعليكم السلام خويا. تعلمنا بزاف حوايج ديروا كمامه، تباعد، تلقيم، بزاف حوايج تعلمنا اليوم صافي باش نبقى نبعدوا هذا المرض هذا. المرض غادي كيتحيد شويه بشويه ان شاء الله، قريب ان شاء الله غيتحيد كلشي في فتره واحده. لا بلاد كلشي عادي، في الاول تازمنا شويه من بعد ولات حياه غاديه كتطور قدام باش كلشي غادي مزيان ان شاء الله. الرساله ديالي كلشي غيتبان بغينا التباعد يتحيد المرض صافي. هذا المرض راه خربق العالم كله.